الآن أبنائي سوف نتحدث عن نشر عبارات جبرية. لاحظوا جيدا، قال انشر كلا من العبارات الآتية. عندنا العبارة الأولى والثانية والثالثة. إذا نلاحظ جيدا أبنائي، ننطلق بالعبارة ألف. ها هي العبارة، انظروا جيدا هنا أبنائي كيف تتم عملية النشر بطريقة بسيطة. إذا هنا عندنا إما أن ننطلق، أولا تقول نشر، إذا يمكن أن ننشر هذه مع هذه ثم نترك هذه فيما بعد. إذا نتابع جيدا، تصبح تساوي لنا إذا هذا في هذا يا أبنائي إكس في إكس اللي هو إكس مربع، وعندنا هذا في هذا كم؟ إكس في إذا إكس في واحد تصبح لنا زائد إكس، وعندنا هذا في هذا ناقص إكس، وعندنا هذا في هذا اللي هو ناقص ماذا؟ ناقص واحد. هذه مضروبة في إكس ناقص اثنان لأن لم نذهب إليها بعد. يذهب هذا مع هذا تصبح لنا إكس، لاحظوا تصبح لنا إكس مربع ناقص واحد في إكس ناقص اثنان تصبح تساوي. عندنا هذا في هذا يا أبناء إكس مربع في إكس تصبح لنا إكس مكعب لأن جمع الأسس، وعندنا هذا في هذا إكس مربع في ناقص اثنان تصبح لنا ناقص اثنان إكس مربع، وعندنا هذا في هذا ناقص واحد في إكس تصبح لنا ناقص إكس، وعندنا هذا في هذا اللي هو ناقص واحد في ناقص الناقص في الناقص تصبح لنا زائد اثنان. ثم نكمل. الآن نجمع كل درجة مع أختها، إذا إكس قوة ثلاثة هو لوحده يصبح لنا إكس قوة ثلاثة ناقص اثنان إكس مربع ناقص إكس، لاحظوا جيدا أبنائي، زائد اثنان. هذا هو نشر هذه العبارة ألف فقط. نأتي الآن أبنائي بعد ما أكملنا مع العبارة ألف نأتي إلى العبارة باء. إذا العبارة باء بنفس الطريقة، نتابع جيدا إلا أن عندنا نتعلم بعض خواص النشر بكل بساطة. إذا عندنا الكثير، هنا نلاحظ أن وجود شهير رقم أو متطابقة رقم اثنان، لكن فيه طلبة لم يحفظوا هذا القانون، إذا نقوم بتفكيكها، لأن عندنا قاعدة أ مربع يساوي لنا أ في أ. جمع الأسس معنا هنا واحد وهنا واحد، تصبح لنا أ هو واحد زائد واحد اللي هي تساوي لنا أ مربع. إذا كذلك هذه العبارة يمكن أن نقوم بتفكيكها اللي يصبح لنا ثلاثة إكس ناقص واحد في نفسها اللي هي ثلاثة إكس ناقص واحد في إكس زائد اثنان، هذه لا دخلنا فيها. نتابع جيدا هنا أبنائي نقطة نقطة بنفس الخطة، تصبح لنا ثلاثة إكس في ثلاثة إكس، تصبح لنا ثلاثة في ثلاثة هي تسعة في إكس مربع، ثم في هذه ثلاثة إكس في ناقص واحد تصبح لنا ناقص ثلاثة إكس، ثم هذا في هذا تصبح لنا ناقص ثلاثة إكس، ثم هذا في هذا تصبح لنا زائد واحد، الكل مضروبة في إكس زائد اثنان. نقطة نقطة أبنائي، تصبح لنا كم؟ تصبح لنا 9 إكس مربع، الناقص 3 مع الناقص 3 يعني ناقص 3 إكس في ناقص 3 إكس تصبح لنا ناقص 6 إكس، ليس 9 كما يعتقد البعض، زائد 1 في إكس زائد 2. هنا يمكن كنا بإمكاننا أن نستعمل المتطابقة الشهيرة رقم 2 لكن فيه طلبة لا يحفظها، إذا نقوم بالتفكيك فقط ونكمل النشر. الآن نكمل، تصبح لنا هذا في هذا يا أبنائي 9 في إكس مربع في إكس تصبح لنا 9 إكس مكعب، ثم في هذه 9 إكس مربع في 2 تصبح لنا زائد 18 إكس مربع، ثم عندنا هذا في هذا ناقص 6 إكس في إكس تصبح لنا ناقص 6 إكس مربع، ثم هذا في هذا يا أبنائي تصبح لنا ناقص 12 إكس، ثم عندنا هذا في هذا زائد إكس، وهذا في هذا اللي هو واحد في اثنان تصبح لنا اثنان. الآن نستعمل قلت نرتب القوى، تصبح لنا هذا لوحده اللي هو 9 إكس مربع لوحده 9 إكس مكعب لوحده إذا ذهب. عندنا كذلك هذا مع هذا 18 ناقص 6 اللي هي تصبح لنا زائد 12 إكس مربع يعني انتهى دوره، لم نقل اختزال، انتهى دوره يعني اكملنا معه الحساب.
إذن هنا مربع، وعندنا هذا مع هذا أصبح لنا ناقص 11 إكس، إذن انتهى دوره، زائد 2، هذا هو نشر هذه العبارة بكل بساطة. نأتي كذلك الآن أبنائي بعد ما أكملنا مع النشر العبارة ب، نأتي إلى العبارة س. إذن هذه الأمور علينا أن نتعلمها. إذن العبارة س، س لإكس، لاحظوا جيدا كذلك بنفس الخطة تساوي. هنا مثلا نستعمل في هذه الحالة نستعمل الجداء الشهير، إذن تصبح لنا ناقص 2 إكس، لا تقول قاعدة نشر القوى ثم الجداء ثم عملية الطرح وعملية الجمع. إذن تصبح لنا هنا مربع الأول زائد مربع الثاني اللي هو 4، زائد ضعف الجداء اللي هي 4 2 في 2 في إكس، يعني 4 إكس هكذا أبنائي، ناقص 3 في. الآن يمكن أن ننشر هذا في هذا، كم؟ 2 إكس مربع ثم هذا في هذا، تصبح لنا كم؟ تصبح لنا ناقص، لاحظوا ناقص 3 إكس، ثم أبنائي هذا في هذا زائد 2 إكس، نقطة نقطة أبنائي لكي نتعلم، ثم هذا في هذا ناقص 3. نكمل الآن، يمكن الآن أبنائي أن ننشر هذا في هذا، تصبح لنا كم؟ ناقص 2 إكس مكعب، دائما قلت اجمعوا الأسس، ثم هذا في هذا تصبح لنا ناقص 8 إكس، ثم هذا في هذا تصبح لنا ناقص 8 إكس، لاحظوا جيدا إكس مربع، لأن الإكس في إكس جمع الأسس، والناقص 2 في 4 أصبح ناقص 8، ناقص ثم هذا في هذا، كم يا أبنائي؟ نقطة نقطة، أصبح لنا ناقص 6 إكس مربع، ثم في هذا أصبح لنا زائد، أن الناقص في ناقص أصبح لنا زائد، زائد 9 إكس، ثم هذا في هذا أصبح لنا ناقص، ركزوا نقطة نقطة، ناقص 6 إكس، ثم هذا في هذا أصبح لنا زائد كم؟ زائد 9، لأن الناقص 3 في ناقص 3 أصبح لنا زائد 9. نكمل الآن، أي قوة أكبر؟ اللي هي ناقص 2 إكس قوة 3، إذن هذا انتهى دوره. بقي لنا هذا مع هذا، كم يا أبنائي؟ ناقص 14 إكس مربع، إذن انتهى دوره. بقيت لنا كذلك هذا مع هذا، تصبح لنا إكس، لأن 9 ناقص 8 هو 1، معناها تصبح لنا إكس، هنا أعطت لنا إكس مع هذه تصبح لنا كم؟ أنا ناقص 5 إكس، لأن إكس ناقص 6 إكس، نأخذ إشارة الأكبر اللي هي ناقص، ثم نقوم بعملية الطرح، كم تعطي لنا؟ 6 ناقص 1 تصبح ناقص 5 زائد 9، إذا ذهب هذا مع هذا وبقيت لنا 9، هذه هي عملية سي لي إكس بهذه البساطة، ونتركها كما هي لأن قال السؤال هو أنشر فقط يا أبنائي. بهذه البساطة فقط، ها قد تعلمنا كيفية نشر عبارات.